هذا وقد كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد وصل في وقت سابق للعاصمة الماليزية كوالالمبور قادما من العاصمة اليابانية طوكيو في إطار الجولة الآسيوية التي يقوم بها سموه حاليا وتشمل الهند واليابان وماليزيا، حيث كان في استقبال سموه عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الماليزية وسفير مملكة البحرين لدى ماليزيا. Thank you.